étudiants en scène. اتيديون سين، رجعنا معاكم في اتيديونات. المرة هذية معنا في التليفون ميري هنا عطاوي اللي باش تعطينا أكثر دي ديتاي على ايفينمون اسمه إلكترونيكس انستاب اللي هو انستا روبوتس 4.0. ميري هنا، عسلامة. عسلامة، تسمع فينا بالقديه؟ أيه. باهي، حتى نحن نسمع فيك. دونك جوست قوي صوتك شويه، وقعد في بلاصه فيها ريزو. دونك ليفينمون اسمه انستا روبوتس 4.0 هكا ولا؟ دونك في شو العالم تاع التكنولوجي، احكينا اكثر عن ديتاي ليفينمون هذايا. علاش تعمل بلوز موان؟ باهي، حبيت نقدم شويه ليكول نتاعنا والكلوب الكترونيك كي الكلوب اورغانيزاتور نتاع ليفينمون. ميري هين لحظه بركه، باهي نعاودوا بالسياسه، اقرب اكثر للتليفون في بلاصه فيها ريزو، قوي صوتك باش نجمو نسمعوك بالكدا. باهي هكا سافا. Plus ou moins ça va. Qu'est-ce que c'est? Donc l'événement, à la chambre, qu'est-ce que c'est? L'événement, en fait, la compétition robotique. L'événement thématique, on peut avoir Green Technology. D'accord, oui. En fait, l'événement est organisé par Electronic Center pour la quatrième édition. L'événement est donné le 3 mars لحد هذايا. D'accord. À partir de 7h ou à la fin de la journée, je vais faire l'événement et le planning est bien détaillé. باه، دونك البلانينغ نتاع ليفينمون هذا اللي هو باش يصيرها لحد لو 3 مارس، مازلتوا انتم ما هبطوش البلانينغ كامل حتى للعباد ولا هكا؟ اي اما الايامات هذه ان شاء الله باش نهبطوا البلانينغ بيان ديتايي. دونك ماذا بيكم تعملوا ابوني على الباج نتاعنا فيسبوك كلوب الكترونيك اون ستاف، وعندنا الباج ايفينمون اون ستاف 4.0. باه، للعباد اللي باش يجيو معناتها ليفينمون واللي يحبوا يفهموا شنو هو يستنى فيهم بالضبط في وسط ليفينمون، شنو هو الحاجه الجديده اللي باش يتعلموها ولا باش يلقاوها غادي؟ خاطر كي نسمع انستا روبوت 4.0، دونك لهنا نحكي على 4 اديسيون، وان بليس عندها علاقه بالروبوتيك، كان مانيش غلط. وي بالضبط. فوالا، العباد اللي باش يجيو شنو هو باش يكتشفوا غاديكا؟ باهي، اون فيت احنا ليفينمون هو عباره على دي كومبيتيسيون روبوتيك. عندنا 3 كومبيتيسيون باش يصيروا، 3 ماكيت. عندنا الماكيت نتاع سويفور دي ليني، وين باش نلقاو روبو سويفور دي ليني. الماكيت تحكي اكثر على لي زينيرجي رينوفلابل. الماكيت فيها معناها بالطبيعه اللي باش يشارك فيها باش يكون فما دي بري اغاني، 3 بري اون كاش. داكوغ. الماكيت الثانية عندنا ماكيت جونيور اللي هي سبيسيال للجونيور الصغار يعني، باش تكون تيماتيك نتاعها الغيسيكلاج. وكيف كيف عندنا زادا دو بخي اغاني وان كاش. والماكيت الثالثة هي ماكيت دو تيغان باش تكون زادا فيها دو بخي اون كاش. Donc c'est très intéressant l'حقيقه معناتها surtout اللي يهم معناتها العباد les étudiants اللي يحبوا النوفيل تكنولوجي لي روبو اللي انتريسي معناتها حاجات اللي مستنسين ديما نشوفوهم حتى على التيك توك على انستغرام المره هذه باش يراهم قدامهم معناتها في ايفينمون كيما هكا. دونك نعاود جوست نذكر باللي دات فما عندنا 3 مارس 7 تاع الصباح، واللي هو باش يصير في ليكول ناسيونال دي سيونس اي تكنولوجي افونسي دو بورسدريه هكا. وي بالضبط، البلاصه نتاعها بالضبط هي في التكنوبول نتاع برج تدريه. اوكي. في لونسار ليفينمون يبدا الساعه 9 الصباح، وبالحق جانفيت العباد المغرومه بالروبوتيك الكل باش تشارك. اون فيت ماهيش جوست ليفينمون ليزيتيديون نتاعو، حتى من معناها دي كلوب اخرين ماهمش في ليزيكول دانجينيور، معناها ينجم يكون في دي ليسونس، ينجم يكون ميم حتى مش اتيديون، ينجم يشاركوا في ليفينمون هذا. فوالا، وبيان سور معناتها كان فما دي ديتاي ولا اسئله يحبوا يعرفوهم يكونتاكتيوكم معناتها على الباج لي ريزو سوسيو نتاعكم انتوما باش ياخذوا اكثر لي ديتاي والبلانينغ اللي باش بروشينمون هكا. وي سي بارفي. ميري هنا عطاوي كنت معنا، ميرسي بوكو على الباساج هذايا وعلى ليفينمون هذايا اللي قدمته لنا. دونك نحن البروجرام نتاع نص ساعه الثانيه تلقاو فيه نصيحه ليتيديون مع شيرين زمرلي، الكويز اللي باش عملها حافظ بوزيري، الجو نتاعنا دو ا زد. نخليكم مع موجز الاخبار مع سهيله السمي، ايكو سبور مع اسلام المدب.